جعل كتقوم بهاد الهضره هذه كاع هكا الا بغيتي حاجه ما خصكش تغوت البشر اش تغوت عليا كوكو حبايبي الزوينين، شخباركم؟ ساعة جاكم مزيان، نتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لأي واحد تيسول فيا وكيدعي معايا، وشكرا لأي واحد متابعنا وكيبارطاجي الفيديوهات ديالنا الماكسيموم ديالهم باش نوصلوا أول حاجة مليون أبوني اللي غادي تكون فيها بزاف ديال المفاجآت وتدخلوا الفرحة فريمون لقلوبنا، لأنه كتشجعونا بالمحتوى النقي اللي كنديرو. كل الحب والاحترام لكم لي زامي. اللي بغيت نقول لكم المحتوى اللي غيكون في هذا الفيديو هو ان شاء الله الفيديو اللي غادي يجي ورا هذا الفيديو غيكون لانيفيرسير ديال سفيان. فهاد لانيفيرسير ديال سفيان اي واحد سبحان الله العظيم كيدير شي مناسبه كنعطيو واحد شويه ديال الاعصاب عاد نكملوا له داك المناسبه. في الفيديو هذا اللي غادي تشوفوا معنا هو بغيت انا ندير مقلب في سفيان بانني انا وماما متفقين واتفقت وقلت لها كل شيء باللي ماما غتقول له انا ما قابلاش نهائيا العراضه تكون في داري، لانه فريمون مشاهد ليامات كامله شحال تيقلب على بتي فيلا اللي يدير فيها لانيفيرسير وبزاف ديال الحاجات. حاجه اللي لقى اللي الناس كاملين تيقولوها هي السبت والحد عامر عامر عامر، هو في هذه البيريود اللي جات يعني قريبه فاش بدا كيقلب ما لقى حتى حاجه، كلشي عامر وهو لانيفيرسير ديالو بغى يديرو نهار السبت. الو حنايا في نهار الجمعه دابا بغيت ندير فيه المقلب ونحط لكم هذا الفيديو ونشوفوا كيفاش غتكون ردة الفعل ديالو منين اصلا تحطم ما لقى حتى شي بتي فيلا يعني ولا شي بلاصه فين يدير لانيفيرسير ديالو، ومنين تقول له تماما انا ما قابلاش الناس يجيوني في الدار انا داري على قد الحال وانت جايب بزاف ديال الناس ما يمكنش ليا بزاف ديال الحاجات. غنشوف كيفاش ردت الفعل ديال سفيان، وانا هاد النقطه في هاد البيريود دابا هو مع الصباه ديال بصح وتنيرفا ديال بصح ملي ما لقاش شي بلاصه يدير فيها لانيفيرسير. الوغ دابا خاصني نتسناه وغادي نشوفوا ردت الفعل ديالو وغادي تقن معايا ماما الضو. يلا خليكم معنا ليتس جو. ماما داكشي اللي قلت لك صافي متفقين عليه ياك؟ صافي حتى بابا كمل معنا الدور صافي دابا صافي فوالا دابا غادي نفيكسيو الكاميرا وان شاء الله غادي نتسناو غير سفيان يجي وتشوفوا معنا. ماما خصك تقني معايا ودوي بجديه تقصحيه ديال بصح صافي. يلا اخوتي ليتس جو. باينه داك شوف بسطيله خطيره، حنا فينا ما يكومونديو بسطيله ولكن البسطيله ديال الوالده شي حاجه بزاف. ديجا ماما بارطاجيتي معاهم في الشين ديالك بسطيله احسن بسطيله في العالم، الله يحفظك ليلي وبابا احسن مطيشه كيصاوب في العالم. مطيشه اه لا لا داكشي خاطئ الله يحفظك ويجيك. الوغ الفيديو الجاي ورا هذا غادي تلقاو اي حاجه اللي صوبت بابا وماما وجاي حتى خويا بدر باش يعاون. يلا خليكم انا بغيت ندير واحد المقلب في هذه المناسبه قبل بابا ما نديروا لسفيان داك الفيديو الزوين. اكيد بغينا نعصبوا. يلا خليكم معنا بما جا سفيان نروح عليكم. بابا ماما صافي انا معك. يلا بغيتي عم نطلعوا على الدم نطلعوا على الدم. يلا بكي نقول لهم تحيه للفنانه كلهم هي جبروني نقول هذا الكلام هذا، اما انا ما نقولش هذا الشيء. انتم ما كتسمعوا سفيان غايكون دخل مبرعة الدير فيها مسرحيه ما لقيتيش غادي في الليله ديال السبت تقلب. لا 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 هادي اللي عنده شي حاجه كيقلب قلب صح؟ وهادي 40 ربع ايام وانا وياه تيجري مسكين. وانت كتجي منه غير سكوت. هذا تجي انت غير سكوت. انا بيناتكم كيفاش بيناتكم دابا انت تتخيبك هذا والناس اللي سبتهم لوكيزاسيون ديال دارنا والناس اللي عارف عليهم. دابا كنت فاهم انا وياك بغيتي الصراحه حتى انا وياك على 20 الناس.
20 ناس بالنسبه لي 40 شطيا بدا تسمع 40 و 20 ويلي ويلي ديك الطريقه ويلي صغيره ما عنديش انا ما عيد ميلاد ما عنديش فيلا ما عنديش فيلا دوز تاع عيد ميلاد عيد ميلاد راجلك عيد ميلاد ولادك ويلي شطيا الله قولها له بارك الله الصلاة على النبي الكريم. خوت بعضياتنا مالك وليداتنا. على ولادي ثلاثي. بارك الله وليداتهم عيالاتهم وحنا يا بعضياتنا انتي اللي كاين. ما كاينش ثلاثي ما كاينش سامتهم. بعض الفنانين. 12. عيطت على بعض الفنانين عزازين عليا. عزازين عليك دام الفيلا. أويلي. أه مالك جايب لي جورج. يوسف ولا سميت يوسف عيطوا له. صافي سبيم بلا مسقط تعاود الهضره نشوف شي حاجه شي بلاصه. اما خويا ما تجوش معنا انا تغوت انا. دابا باقي الحال اليوم الجمعه. بينك وبين امك. لا فايز هذاك الشيء ما بقيتش عارف صبين الله يحفظك قلتوا عليا لا طايقه. كي نحترم راسكم تقدر تعاود شافك على امك الحال. دارها هذه ومن حقي اللي دارت شي حاجه ما تنسايا. انا ما جيت بالك ملي درت لي بحال هكا. علاش باقي كتعاود شنو كتزيدي تقول؟ علاش تتلوح عليا هذاك الشيء؟ بنيت كنتي يكون عندك حفله اليوم والغد. وانا ما كنرضعش صبعي. راني امك. ثمانة ديال هادي راه هما دخلوها هما جلسوها هما كلاو شربوها هما ضحكوها هما نصطو. سلامة يا سيدي وبسلامة. شكون اللي كتلقى عليها ثمانة الدار كلها؟ هادي عندك ماما عندك الحفاية. اه هي البيوت كلها. اه الصالون والبيوت وكل شيء. رطب كل مريقل رطب راه بدا عندك. هي اللي شعلت العواش يا بابا واش انا جيت منهم؟ لا جيت منهم شعلت العواش تغوتي معاها واش غادي نقول لكم؟ اجي يا ماما دابا شوف اجي نقول لك من الاخر يعطيني هود الغمه انا ما معك اجي عيد اجي عيد ميلاد دوزتي بخير انا بابا انا عيطت غير وليداتي طويله هادوم كاملين طويله انت حتى العيد ميلادي انا اخر العنقود وولدي الصغير العنقود انا واقفه على قدم واقفه على قدم وغادي واحد ثلاثه ديال الطويبلات وشكون يسايلو شكون يسيلو دابا انا سيدي سفيان يسيلو دابا غير على الفومي شكون يسيلو حرقتي الفومي ديالي اجي انا كان واحد ما كيحكمني في قداري ايوا وتحماق انا دويت معاك سفيان سفيان الله يهدى عليك جابر انا ماماك تنسى الله فيها والله يعطيك ستك هز هادشي عليك وسير شوف الدنيا ما انا ما لا هزت لا طيبه هكا هزها وسير الدنيا اجي حضر الباب ديال الفلوس انا في هذا العيد ميلادي ودابا كتجاوب لي على هادشي بطايقه هز داكشي ديالك بطايقه وعيد ميلادي ايوا مالك مالك بهالطريقه لا طريقة زوينة، تيا طايب ناضي، كل شيء واجد، أنا عليك في المكان تستنطر معاها، كانت عليك تستنطر معاها. الله يحفظك، لا لا هذيك أنا ندير معاك حاجة، هذيك حاجة، إذا قلت 30 ديال الناس، غادي نحسب من الباب 30. لا هادشي مالكم نتوما على الباب، إلا عمركم درتوا هادشي مع الناس. لا فوق 30 أنا عمركم كنتوا هكا. عمرني ما كنعرف والله يفيضوا الناس الجيعانين اللي تيدوا على هذا الشيء لا انا عارف الجيعانين المسطين مهمتك جيعان الله يحفظكم انتم ماشي هكا عمركم دويتوا على هذا الشيء ولكن انا تنظيم النظام ولا مخشغلين على مخشغلين تنظيم النظام انا بغيت نحسب الناس واحد جوج ثلاثه ايوا زايد فين غادي نجلسوا علاش تقول هذه الهضره مهمتك جيعان مهمتك جيعان كتخوت بهذه الهضره هذيك جميله جميل الله يعطيكم الصحه كونوا واقعيين وانا كنعرف سفيان ودابا ماما صيفط ليهم لوكايزاسيون سفيان 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 اولدي لا والله ما تخلق وين بزاف هادشي سفيان واش جبتي ديال شنو هذا الشيء تاع براسكم انايا أي ما عرفت تجي عاوني الله يعطيك فينا من ضابط مالك ضابط فينا أمك مالك ودابا أجي عليا السي بعد منا أجي نهضرو من هذا مالك عواتي أنت عواتي أبدا والله إلا مصبع هي تدوي عليك قالت لها واخا يكون زعما زايد واحد ولا جوج 32 ماشي مشكل دابا كنا مسابقين وجاي الدجاج جاي بالطيلة وباغي ندير داكشي كامل فوق شعيري وما خليت ما درت باش قلت لك لا تضحك والناس قلت لك لا شبعانة ضحكة قلت لك لا نتجمعوا الحباب نتجمعوا كيفاش
داري انا ما يديش ليها علاه زعما الا بغيتي حاجه خصك تغوت البشر شوف وبغينا نشوفو انت كنتي على بالك ساعة ما خطابيتي شاري اجي دارت فيك سفيان يبغي حاجته سفيان لا عرفتي والله القسم الى بقي شادتني هنا ما جلست سيمانة وانا كنقلب وانتقالت بغيت هاد المناسبة تدوز واعرة وتدوز ان شاء الله بغيتوني والدين عمرو ما سيقا وكون قالوا هادشي غير من بعد سيمانة كنشوف الغد ليه اليوم الجمعة غدا السبت غنعرض على الناس كيقولوا لك ما ديرش هادشي بالضبط كنخمم عرفتي مشيت لبيت كنقول فين ندير هادشي هذا خيمة وديار هاي 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 المهم اللي بغيت نقول لكم غد مور هاد الفيديو غتلقاو لانيفيرسير ديال سفيان ان شاء الله انا بغيت نعصبو قبل ما يدير الفيديو ديال لانيفيرسير ديالها واعرة شوف مشا لا كاينه كاينه هاي 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 جبنا المونادا يا خويا تبارك الله عليك شوفي اجات كتنقي مع ماما الكروفيت وداك الشيء حلوه البسطيلات الكوت وكتقاد انا عجبتني هي قالت لك واخا تكون عارض على جوج وصوف انتاش عمر قالت لك عمرني انا درت لك هكذا جبروني يا وليدي وقاو عليك وانا هاي 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 يا وليدي انت واخا راه هي غير الصوار في هذا الشيء غير في المقاهي غير حديد لا والله يتا والله شوف والله يتا تبوس والله ما باسنا بابا بس صبعو والله تا بس صبعو يلا الله يرضى عليك ما تبقاش تعاودها يلا هز هز طايطك ما تباتش لها وعرفتي اللي عليا فاش قال لي هز هادشي ديالك خلفك ضرك احسيت بالمثلة نهار عيدكم نهار جوع نرجعكم هذا نهار عيد ميلادك نهار جوع عطوني ناكل والله يتب الصحة ياك طيب مسكين هاي 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 انا واحد الحاجة هو انني اكس بخي اخوتي قسما بالله الا بغيت لهاد الحباب حيت ماما ماشي هكاك لا هي وبابا حيت هادشي الفيديو هذا مصيبة اللي درتيها فيه زعما كيخصوش ما يمكنش الناس حشومة قلت هاد الفيديو والله القسم الا ما بغيتش شي تعب صراحه لانه حنا ماشي بحال هكا وانا قلت لماما قلت لها واش حنا جعانين ماما اي واحد كتكبر به ومرحبا الدار مفتوحه باي واحد نقول لكم واحد الحاجه وبعد احتراماتي للفنانه كلهم الله يحفظهم بحفظ الله تبارك الله عليهم من الكبير حتى الصغير مسكين ما خيبش ما خيباتش وانا قلت ليا قلت لها ماما شنو جبان لك ندير طيفطور وهادي وكاينين واحد لي فان واحد جوج هما ماشي فان ولكن عائلتنا غادي تجي لعندنا وكذا وداكشي وكاينين بعض الفنانات اللي عزازين عليهم حنايا كيشوفونا في لي ستوري عزاز عليهم ماما وفيا ماما قالت لي والله ما نخليك دير شي طيفطور جيب لي داكشي انا يجيو يدقوا ماكله بيديا هي اليديه كنقول كيفاش هادشي تقلب في خطره لا دار لا تقول لا جاي لي انايا صافي صافي درتي بزاف انتقصه لي زامي اول حاجه حدتها بضعف وهي لسانها تيطوال هذا هي تجي لعندي وسقا اول حاجه بغيت نقول لكم لي زامي كيف قلت لكم في الاول ان شاء الله مليون ابوني كملوها وقبل ما نسالي ونختم هذا الفيديو كنبغي نشكر والله فتح فواصل اللي الصراحه ديال الله من كل نشكرها اليوم وغنشكرها حتى غدا في المناسبه انا فاطمه بغيت نشكرها عيطت لها قلت لها الو فاتحه فوالا كاين واحد المناسبه عندي لانيفيرسير ديالي قول لي شنو كاين وهادي وهادي قالت لي سفيان لكن ما ولكن قالت لي الكادو لانيفيرسير ديالي غادي نصيفط لك البوصون كامل ديال الطفيله الحوت ميرسي بوكو على الكادو هذه والله انت كتفلس ما بغاتش تخلص كاع من لي الله عليها وقلت لها وبشيط واحد بغيت تحضري معايا تمشي لانيفيرسير قالت لي مرحبا ان شاء الله باذن الله كنشكرها على التعامل ديالها على الحوت اللي كيكون ديما طيب شحال من لا عندها واحد التعامل مع ليو سبيسيال الو السلام عليكم فاتحه كذا انا مرحبا ما كي ما كتلقاها سهله كتلقى اي حاجه سهله وعاوتاني ناكد لكم واحد الحاجه راه اللي خارج على المغرب الا بغى يصيفط الوالدين ديالو ولا الخوت ديالو في المغرب راه ممكن يعيط ليها وبلا ما يتعب يدب بلا والو راه يدير الحوت ديالو حتى لحدا الدار والله لي بغيزون كتجي حتى للدار يلا لي زامي داكشي
تهلاو في والديكم وتهلاو في عائلتكم والله يحفظكم. وبزاف ديال المغربيين من لي فان ديالنا ديما كيقولوا لنا حنا تواصلنا مع فاتحه وكنصيفطوا لوالدينا في باب كازا فين ما كانت المغرب وكيوصلهم داكشي ديالهم. ولله يخطيكم وتبارك الله عليكم وبزوات لكم. نبغي نقول لكم واحد الحاجه واحد العيبه اللي قالت لي فاتحه نقولها هو كاينه باج وحده اللي كاينه ديال فاتحه بواسون ديال انستغرام ديالي، اما الباقي كله تقليد وما تجاوبوش الناس واحد اخرين الا ما لقيتوش هاد لاباج وحده اللي كاينه وعندها نمره وحده اللي كتعامل بها. تبارك الله عليكم ولله يحفظكم. فاتحه بواسون والله العظيم كاتبين مع الخير هز الكاميرا وريها. تعرف بواسطه. لا لا شوف. واحد هما باقي عزيز عليا نحط فوق مبطل. يلا نزامي ما نطولوش عليكم بزاف. كل حب والاحترام لكم. وحاجه اللي بغيت نقول لك سفيان دارت بك. على شكون واحد لاسوربريز زوينه في لونيفرسير ديالي كلشي بغيتو يتفرج في الفيديو غير يتحب. عيد ميلاد ديالي نبغي كلشي يتفرج وكلشي يقول لي جوايز انيفرسير والله تنتقلق منه. وبلاتي نقول لك دابا واحد الحاجه باش نخدمها. وهاد العار بغيت نخرجها هذه. شحال هذه ما دارت بك المقلب. حالي دابا الناس حالي ها واحد انا غنرجع عليك ما كنت ديما تبقى يلا لي زامي باي باي اخوتي غير تطيح وكتعوق شنو باي باي.